طب ولله الحمد دكتور محمد، كان أغلبنا في شهر رمضان الفضيل يجتهد في الطاعات، كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذه الهمة والعزيمة بعد انتهاء نعم رمضان؟ نعم هذا هو المطلوب، لا كما فهمه الكثير بأنها أيام وانتهت الأيام إلى اللقاء، ننتظرك السنة القادمة، هذا فهم خطأ. رمضان جاء لكي يدربك ويعطيك نشاطا وحيوية ونفس جديد لكي تواصل بقية السنة، ولو ليس المواصلة ليست المواصلة على نفس الريتم وعلى نفس الهيئة والحالة، وإنما ألا ينقطع الإنسان تماما كما يفعل البعض، ينقطع فلا يعرف ربه إلا في رمضان، لا، وإنما أن يبقى فيه شيء من ذلك. طبعا رمضان لا شك أن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه خصوصية، فكان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فهذا الأمر واضح. وإنما أيضا لا نترك بقية الأيام والليالي والشهور، على الأقل أن يبقى فينا قيام الليل ولو نسبيا، لا أن يكون منقطع، أن يبقى فينا الصيام فهو متواصل الاثنين والخميس وأيام البيض، أن تبقى فينا الصدقات فهي مفتوحة، وأهم من ذلك أن نحافظ على الصلوات المكتوبة، أن نحافظ على الصلوات المكتوبة، فتلك علامة ودلالة على أننا استفدنا من شهر رمضان، وأن التراويح والتهجد التي نقوم بها كان لها أثر في نفوسنا، فجعلتنا نستمر ولو بشيء قليل من القيام، سواء كان هذا القيام في أول الليل وهو ما يطلق عليه في رمضان التراويح، أو في آخر الليل وهو ما يطلق عليه في رمضان وفي غيره التهجد. قيام الليل يكون في أوله في وسطه وفي آخره، ولا شك من حيث الفضل يكون في الآخر. إذن فتنبقى متواصل، نبقى متواصلين في هذه الأعمال الطيبة، نبقى مرتلين للقرآن ولو لم تكن نفس النسبة، لكن على الأقل نبقى متواصلين في كل شهر عندنا نصيب من هذا الأمر، لا أن نترك المصحف ونقفله، وأن نقفل جيوبنا فلا نخرج الصدقة، وأن نغلق هواتفنا بالاتصال على الأحباب والأصحاب وصلة الأرحام، في حين نحن نفتحه مع الزملاء، نفتحه من أجل دنيا، من أجل عمل، لا يكلفك شيء أخي، صلة الرحم تزيد نماء في أموالك وفي عمرك بركة.